الله يا رب ايه الرجوع إلى آخر لائحة للمنخرطين، لائحة قانونية
رفقه محضر السويس، اخر لائحه تكتسي صبغه المشروعيه، والمشروعيه هنا مصدرها سندان. السند الاول هو القانون الاساسي للجمعيه، والسند الثاني هو الجمع العام المنعقد يوم 30 نوفمبر 2020، باعتبار الجمع العام هو اعلى جهاز استقراري كما هو نص عليه في القانون الاساسي للجمعيه وفي الماده 10 من قانون الرياضه. اذا الوثيقه المرجعيه القانونيه التي ينبغي الانطلاق منها او التي انطلقنا منها هي الجمع العام المنعقد يوم 30 نوفمبر، والذي كان به 120 عضو قانوني مصادق عليهم. ثم خلال هذا الجمع العام تم التصويت على قبول منحدر جديد. بعد ذلك انتقلنا الى معرفه من يجدد ومن لم يجدد. وجدنا على ان اكثر من 50 أو 60 منخرط لم يجددوا خياطهم لمده سنتين، وبالتالي اعتبرنا على ان عضويتهم قد سقطت. لم نقرر اسقاط عضويتهم، فقط في تصورنا قلنا على ان عضويتهم قد سقطت، مع ان الماده 12 من القانون الاساسي للجمعيه حددت حاله فقدان العضويه على سبيل الحصر، ولم تذكر من بينها حالة عدم الأداء. لكن إذا كان بعض الإخوة من أهل القانون هنا يعرفون على أنه في حالة عدم وجود نص شرعي لحل الإشكال الواقع يتم الرجوع إلى اللوائح والأنظمة المقارنة. عدنا إلى أغلب الأنظمة الأساسية للجمعيات، فوجدنا على أن تقريبا جميع القوانين الأساسية ترتب فقدان العضوية على عدم أداء واجب الخياط. لا يعقل أن يتم أداء واجب الخياط السنة ثم يحتفظ بالعضوية حتى في حالة عدم الأداء. بالتالي اعتبرنا أن من لم يؤدي واجب الخياط السنتين فهو تخلى عن عضويته، ومن لم يؤدي عن سنة ارتأينا أن نوجه إشعار قصد الأداء وتسمية الوضعية. وبالمناسبة لولا هذا الإشعار لكان عدد منخرط الجمعية سيتقلص إلى 25 عضو، ولكان بعض وكلاء اللوائح غير مخول لهم بالترشح. فوجهنا إشعارات، هناك من قام بالأداء وهناك من لم يقم بالأداء. أحد الإخوة تواصل معي على الخاص، قال أنه سيقوم بالطعن. قلت له هناك مسطرة بسيطة، مسطرة الطعن مكلفة طويلة زمنيا والنتيجة غير محققة. هناك مسطرة بسيطة وهي أن تقوم بأداء واجب من خياطة مترتب بذمتك وقدره 5000 درهم، وكفى الله المؤمن القتال. عندما انتهينا من توصيف وتشخيص الحالة راسلنا العصبة الوطنية عبر الإيميل لخمس مرات، يوم 11 و12 و13 و14 و15، ثم أودعنا طلبا يوم 16 مباشرة بكتابة العصبة. لم نقرر إسقاط هذا أو إضفاء صفة المنخرط على هذا، وإنما قلنا لهم لدينا الحالة التالية. هناك لائحة، آخر لائحة معتمدة قانونا يوم 30 نوفمبر بها 120 شخص. هذه اللائحة هناك من جدد ومن لم يجدد. بالتالي إذا أسقطنا من لم يجدد بقي بها 54 شخص. اللائحة الثالثة تم حصرها في عهد السيد الرئيس المستقل وبها 140 شخص، ولكن بها 79 شخص لم يسبق لأي جمع عام أن صادق على قبول عضويتهم. وبالتالي طلبنا منهم أن يوافونا باللائحة التي يرون أنها مستجمعة للشروط القانونية. كان هناك استثناء وحيد في لائحة 30 نوفمبر 2022، وهي تخص السيد الرئيس المستقل محمد الشرقاوي. هذا لم يكن عضوا منخرطا في عهد الرئيس أحجان، ولكن اعتبرنا على أن التصويت عليه كرئيس هو بمثابة التصويت على قبول عضويته، واقترحنا إلحاقه باللائحة.
كان خيط رسمي وتم استجابة للطلب. بالتالي اللائحة لم نقم بحصرها نحن، وإنما قمنا بتشخيص الحالة وإخبار السلطات الرياضية الوصية. وبالمناسبة في آخر المراحل طلب منا أن تأتي هذه المراسلة عن طريق الإيميل الخاص بالجمعية وليس عن طريق الإيميل الخاص بالمجلس التحضيرية، ووجه الجواب مباشرة ورأسا إلى السيد المدير الرياضي للجمعية. ولحد الساعة لا نعلم من هم الأشخاص، نعلم العدد 54 شخص كمنخرط لكن لا نعلم الأسماء، فلا علاقة لنا باللائحة حتى لا يقال أننا أسقطنا هذا أو أضفنا ذاك. كتفصيل بسيط إخوان الكرام، هناك من يقول من أعطى أو أن القانون الأساسي لا يسقط العضوية في حال عدم الأداء. أنا أجيب ببساطة، اللائحة التي كانت حاضرة في آخر جمع عام عقد يوم استقالة رئيس الأحجان ثم إسقاط حوالي 70 شخص منها في اللائحة التي تم حصرها في عهد الرئيس المستقل محمد الشرقاوي اعتمادا على سبب بسيط وهو عدم الأداء. بالتالي لا يمكن أن تبيح لنفسك إسقاط عضوية شخص لأنه لم يقبل الأداء، وتطالب الآن بالإبقاء على شخص لم يقم بأداء واجب الخيار. هذا فيما يخص اللائحة، حتى يستبين كل أخ من الإخوة الكرام طبيعة الواقع. نحن لم نسقط شخصا ولم نحسب العضوية لمن لا يستحقها. شخص الحالة والجواب وجه رأسا إلى المدير الرياضي أو إلى الإدارة النادي، وهم من وجهوا الدعوات ولا علاقة لنا بها. أي الدعوات وحتى اللوائح لا توجد أي لائحة تحمل توقيعنا. فقبل أن ننطلق إلى مباشرة جدول الأعمال، فإذا كان من تساؤل لدى أحد الإخوة فلا أرى مانع، أي نقطة ملتبسة فنحن هنا لتوضيحها. وشكرا الأخ واش كاين شي تساؤل بخصوص اللائحة المعتمدة؟ وبالمناسبة قرأنا بعض الكتابات، هناك من يقول على أن اعتماد هذه اللائحة هو المدخل لإبقاء الجمع العام. أنا أقول على أن البطلان المطلق هو اعتماد لائحة بها أشخاص لم يسبق للجمع العام أما لائحة وصفت المخالط. هذا هو البطلان المطلق، شخص لم يسبق أن يعتمد كمنخرط ويأتي ليقرر في مصير الجمعية أو يقرر من يترأسها أو يقرر في هوية أعضاء مجلس المديرية. فمن له تساؤل نحن هنا للجواب والتوضيح بكل شفافية. جدول الأعمال إذن لا إذن نسترسل. فكما هو معلوم لكم الإخوان الكرام على أنه تم الإعلان عن تاريخ الجمع العام، وتم إشعار وكلاء اللوائح الراغبين في تقديم لوائحهم بالالتزام بالقانون الأساسي للجمعية وتقديم لائحتهم أو لوائحهم داخل الأجل القانونية. فاللائحة الوحيدة التي توصلنا بها أو توصلت بها الكتابة العامة للجمعية الرياضية هي اللائحة التي رأسها الأخ نصر الله القرطيب. سأتلو على مسامعكم الأسماء الواردة بها: السيد نصر الله القرطيب، السيد ياسين التمسماني، السيد رشيد الحسني، السيد عمر العباس، السيد مراد الدجيدي عبد الله، السيد أنس الوسيم السهلي، السيد سمير التنالي، السيد نور الدين الشنقاشي، السيد زكريا هشومي،
السيد ربيع الجعبق عبيدة فلائحة كاملة شاملة نفتح باب التصويت عليها. قبل أن ترفع أيديكم أتكلم الآن ليس كعضو لجنة تحضيرية، أتكلم كمنخرط، أناشد الجميع أن يصوت على هذه اللائحة. لا نريد هذه اللائحة كمكتب مديري وليس كلجنة، نحن نلتزم بالقانون. الجمع العام الذي كان منعقدا والذي يتواصل حاليا هو جمع عام عادي، والجمع العام العادي مخور بانتخاب المكتب المديري ولا يخور بانتخاب اللجنة المؤقتة. اللجنة المؤقتة تنتخب في الجموع غير العادية أو عند عدم التوافق على انتخاب مكتب المديري أثناء انعقاد الجموع العادية. فأناشد الجميع بالتصويت عليها كمكتب مديري اعتبارا للفراغ الموجود حاليا في النادي، اعتبارا للوجوه الطيبة التي ضمت في هذه اللائحة، اعتبارا لكون سيد نصر الله أهل لهذه المهمة ناجح في مشاريعه الرياضية. نتمنى له التوفيق في هذه المهمة التي سنوء من حملها الجبال. إذن ننطلق للتصويت. فالمؤيدون، فالقانون الأساسي يقول التصويت يقع رفع الأيدي أو التصويت السري. أنا أقترح رفع الأيدي للوضوح الشفافية وأرفع أيدي أولا. إذا سيد نصر الله قرطي تفضل على الناس. مروان تقدر تزول ديك هذاك كاس من تما. فين هو؟ ديك الغرف راه هو اللي حدا ماشي هذاك. زولو من تما، زولو في ثلاثة بيهم. زولو في الكلينيك تما مروان الله عزك. هذا Thank you.
دور اي كيف انا والو هنا يا اقسمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدني أن أتوجه إليكم في هذا الجمع العام الماراثوني لأتقاسم معكم جميعا ومع جمهورنا مجموعة من النقاط التي تهم مستقبل فريقنا. في البداية أود أن أشكركم من سهم من قريب أو بعيد خلال هذه الفترة الصعبة في تمكين فريقنا من الخروج من هذا المأزق الإداري والدفع به وتجهيزه للانطلاقة في منافسة البطولة الوطنية واستئناف التنافسية. ونذكر في مقدمة هؤلاء السيد الوالي والجمال الملكي المغربي لكرة القدم وكل مكونات مجتمع طنجة الغيورين على مدينتهم وفريقهم العزيز. ولا أنسى كذلك أعضاء المخالفين وكل جماهير الصروفة والغيورة لنادينا العزيز التي ساندت وساهمت في الأمن المعنوي. وبشتى الطرق ممكنة في تجاوز هذه الأزمة التي كان فريقنا اتحاد طنجة أو المتضررين منها. كما أود أن أعرب عن احترامي وتقديري الكبير للفريق بكل أطقمه وعلى رأسهم المدرب رياض طيب الذين أبانوا على احترافية عالية وذلك بالتزامهم اللامحدود تجاه ناديهم وشعاره وجمهوره. لقد دافعوا بفخر عن عنوان النادي ونجحوا في الحفاظ على تنافسية الفريق رغم الظروف التي تعرفونها جميعا. إن حبنا وشغفنا بفريقنا يجعلنا نغوض الطرف في أغلب الأحيان على الأخطاء السابقة التي حدثت خلال مدة المكاتب السابقة والتي كنت شخصيا طرفا في بعضها. ونتخذ قرارات مبنية فقط على دراسة وتقييم الوضع الحالي وهو ما يمكن اعتباره خطأ جسيما في التسيير الإداري يجعل العديد من المسلمين الذين يستمرون في تحمل المسؤولية رغم استبدال المكاتب المسيرة في مأزق كبير. ومن هذا المنبر أود أن أتوجه بالشكر لكل من تحمل مسؤولية سيادة اتحاد طنجة على كل الجهود التي بذلوها، كل من حسب طريقة اشتغاله التي كانت موفقة أحياناً وأحياناً أخرى غير موفقة، لكنني مقتنع بأنهم كانوا دائماً يفكرون أولاً وأخيراً لصالح الفريق. نحن لا نلقي اللوم على أي أحد بخصوص ما حدث مؤخراً لأننا واثقون أن كل واحد منهم كان تدفع الغيرة والشعور بفخر الانتماء لهذا النادي العظيم ولهذه المدينة الغالية. لذلك أقترح عليكم اليوم توسيع رؤيتنا وتحليل وضع فريقنا العزيز ليس فقط على المدى القريب والمتوسط بل كذلك على المدى الطويل مع أنه بمقاربة تشاركية. ستكون إدارتنا مبنية على هذه الرؤية المتبصرة الطويلة الأمد التي ستمكن فريقنا من الوصول إلى معايير التسير الإداري التي تليق بعظمة اتحاد طنجة الرياضية والجماهيرية. بطبيعة الحال سنحاول جاهدين تطبيق هذه الاستراتيجية جنب إلى جنب مع الحفاظ على التنافسية الرياضية لفريقنا. كما فعلنا حتى الآن منذ تولينا إدارة الفريق في أغسطس الماضي. وإليكم أهم نقاط ومحاور هذه الرؤية المحاور الرئيسية على المدى القصير. سنقوم بإجراء دراسة موسعة وتدقيق للحسابات والتي ستشمل الديون والالتزامات المالية لفريقنا لاستنتاج الوضع المالي الحقيقي للنادي. بدون هذه الخطوة فأي قرار يتخذ في المستقبل قد يعرض نادينا لخطر الاستمرار في الغرق وإدخال كاهل الفريق بالديون والاعتماد على الحلول المؤقتة والغير محسوبة كما كان الحال في السابق. كما أن عدم حل المشاكل السابقة والبدء في تحمل نفقات جديدة سيؤدي فقط إلى تأجيل أو توفق من المشكلة الحالية من أحدها. الاستفادة من كل موارد نقطة ثانية استفادة من موارد المتاحة لدينا واستدعاء جميع الجهات التي أثبتت التزامها مع الفريق بالمساهمة في إخراجه من أزمته ورفع حظر الانتقالات للميركاتو المقبل حتى نتمكن من توفير لاعبين جدد للجهاز الفني لمواصلة العمل الممتاز الذي يقومون به منذ بداية السنة.
لن أخفي عنكم أن المهمة ستكون صعبة، خاصة مع المبالغ الضخمة المستحقة التي تتراوح ما بين 35 و 45 مليون درهم للميركاتو المقبل. لكنني أؤكد لكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. النقطة الثالثة، توفير ملعب لفريقنا والجمهور لاستضافة مبارياتنا على أرض الاعتبار للمباراة المقبلة، على الرغم من السعة المحدودة لملعب القرية الرياضية. وبالمناسبة نخبركم أن لجنة الأمروغاسيون ستزور غدا الملعب للأصول الاحترافية بمراقبة الملعب من أجل تأهيل إن شاء الله إذا كانت الأمور الاستمرار في توفير ظروف الراحة والنقل التدريب واللوجستيك اللازم للاعبين والجهاز الفني حتى لا نفقدهم التركيز المطلوب. بالنسبة للمدى المتوسط، توفير الأموال اللازمة ودراسة إمكانية جدولات استخراج الديون والمقدرة ما بين 80 إلى أكثر من 100 مليون درهم، تقريبا بين 18 مليار، بما في ذلك النزاعات مع اللاعبين، ديون بعض المعاملات التي تخص اللوجستيك والمبالغ المطالب بها قضائيا. النقطة الثانية، إعادة تنظيم هيكلة الفئات السنية الصغرى وأكاديمية نادينا للوصول إلى الأداء اللازم وتقديم صورة جادة خلال البطولات الشبابية الجارية. النقطة الموالية، فتح الباب لكل أعضاء والأشخاص الذين يرغبون في المساهمة في تحسين وضع الفريق للانضمام إلى لجان الأمن التي سيتم إنشاؤها تحت إشراف أعضاء اللجنة الحالية. تنظيم لقاءات تواصلية صحفية وإعلامية منتظمة لإبلاغ جمهور مدينة بالإجراءات والتقدم في المشاريع الحالية. فتح باب الانخراط لأعضاء جدد يرغبون في الانضمام للفريق. بالنسبة للمدى البعيد، إعادة هيكلة التنظيمي والموارد البشرية لفريقنا لتكون على مستوى الأندية الكبرى الوطنية والقارية. إيجاد حلول دائمة مستدامة للبنية التحتية الإدارية ومرافق تدريب لنادينا سواء للفريق الأول أو الفئة السنية. توفير موارد مالية مستقرة وجادة للفريق لتمكينه من تحقيق أهداف رياضية طموحة على المستوى الوطني والقاري. بناء استراتيجية تسويقية مدروسة وجيدة تمكن الفريق من تقديم صورة جدية وملهمة للرائد، مما يسمح بجذب شركاء ذوي قيمة. هذه المحاور كلها تلخص رؤيتنا، يمكن تطويرها بمزيد من التفاصيل خلال لقاء مخصص إن شاء الله. سأنهي كلمتي بالتأكيد على المهمة ستكون شاقة إذا أردنا العمل بجدية على المدى الطويل بعيدا عن أي شعارات شعبوية. أطلب منكم الصبر لأن المهمة لن تكون سهلة. النادي بحاجة إلى مساعدة الجميع. يجب علينا جميعا أن نتحد حول أولوية واحدة، إخراج نادينا من هذه الوضعية الصعبة التي يعاني منها منذ سنوات، وإعادته إلى الطريق الصحيح نهائيا ليصبح نموذج في الإدارة والنجاح على المستوى الوطني والدولي إن شاء الله. طنجة من خلال اتحاد طنجة تستحق أن تكون على مستوى الأهداف الكبرى التي وضعها جلالة الملك نصر الله لعام 2030. أختتم كلمتي بمد يدي إلى جميع الذين يرغبون في الخير لنادينا مهما كانت توجهاتهم، لأن فريقنا بحاجة إلينا جميعا. وفي النهاية أتوجه بالشكر والامتنان لكل من أحسن فينا الظن ورأى فينا إمكانية تحمل قيادة سفينة اتحاد طنجة إلى برد الأمان. وإذا لتكليف ثقيل نطلب من الله عز وجل التوفيق والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مولاي صاحب الجلالة، يشرفني أطراف النفس ونيابة أعضاء مكتب المديرية ومخالفين المجتمعين اليوم الجمعة 14/2/1446 هجرية، موافق 18 أكتوبر 2024 ميلادية، في إطار جمع العام العادي لجمعية نادي الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة القدم، أن أرفع إلى مقامكم العالي بالله آيات تجديد ولائنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم، معبرين عن تشبهنا الدائم بأهداف العرش العلوي المجيد، ومجندين وراء جلالتكم لدفاع وحدتنا الترابية وعن ثوابتنا الوطنية والمصالح العليا للمملكة المغربية العزيزة. رافعين أكف ذراعا إلى المولى عز وجل أن يقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة لاله خديجة، ويشد عضدكم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظكم وكافة أفراد الأسرة الملكية الكريمة بما حفظ به ذلك الحكيم، إن على كل شيء قدير والاستجابة جديدة. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. قررت المنبر يوم الجمعة 13/4/2024 موافق 18 أكتوبر 2024 ميلادية. هذه الآيات الشريفة رئيس الحكومة في الاتحاد الرياضي طنجة بفضل الله. إخوان المنخرطين قبل مغادرة القاعة، كابو مجموعة ممثل فصيل التشجيعي لفريق إن الغالي اتحاد طنجة يوجه كلمة. السلام عليكم. جينا اليوم كمجموعة باش نقدم واحد ثلاث رسائل للمكتب المسير غاهر ونسوان قاعدين طارق وكذلك نسوان جمهور ديال اتحاد طنجة. أولا بالنسبة للمكتب على اسم ديالكم الآن خالد صالح ديال المدينة، الفرق كيبقى واش غادي تستغلوا مجرد دخول للصالح أو بقاء في صالح المدينة عبر الإنجاز اللي ممكن تقوموا بها أو الفشل اللي يكون. أنا كنتمناو أنكم يعني تبصموا على واحد الفارق ما بين طريقة السير ديالكم وطريقة السير ديال المكاتب السابقة. الحمد لله كاين واحد بان لي أنه كان موافقا من طرف المنخرطين كاملين إلى قلة القلائل كنظن. بالنسبة للمنخرطين كنتمنى أنهم هما يدقوا الباب ديال الفارق ماشي كما تم القول في الجامع العام السابق انهم هما كيتسناو ان المكتب يعني عيطوا لهم يقولوا واش تحتاجوا لنا نعاونوكم كذا. المنخرط هو الاول خصو يقدم يد المساعده للفريق كما كانت تقدم المجموعه بدون علم الجميع المسانده للفريق. يعني كمنخرط انت ماشي خصك تكون كتستافد من الفريق فقط، بالعكس طق الباب وسقسي وطلب وعاون الا كان عندك باش تعاون. بالنسبه للجمهور يعني كلمه بسيطه وخفيفه. بالنسبه للجمهور الرساله ديالنا للدراري اللي كتضحي وكتديبلاسي كتسافر مع الفرقه وكتبكي وكتفرح وهي اكثر فرحا بالنتائج الحاليه اللي كاينه الحمد لله، مزيد من التضحيه مزيد من الوفاء مع الفريق. بالنسبه للجماهير كامله كنتمنى انهم يصبروا على المكسب، ينصحوه ويعاودوا ينصحوه ويعاودوا ينصحوه. وكمخالطين كذلك سيستر الله على المكتب باش نكونوا عارفين واحد القضيه اللي غادي نقول لكم الان. بالنسبه للمكتب ديال الشرقاوي اغلبيه ديال المقاتلين اللي كانوا كيخطئوا الفشل ديالو في 4 مباريات الاولى، علاش باش يخرجوا بعض الاوراق يقول لكم حنايا قلنا لكم جيبوا الرئيس السابق، حنا قلنا لكم جيبوا واحد الرئيس اخر اللي كانوا كيحفروا له كيقدروا له كذا ما عارفين شكون بلا ما نسميو. فشلت لهم ديك الخطه دازوا الخطه الثانيه، حنا باقي عندنا يلاه 12 نقطه كانوا عندنا جوج نقط عاودوا عنده كيقول له شنو هو البروغرام ديالك العام اللي ماشي، حنا باقي شهر واحد شهر جوج ولا ما كتفكر في العام اللي ماشي لا باقي حتى ما صوفيناش. يعني حنا كنصحكم اولا نتوما كمكسب هذه نصيحه من عند المجموعه ديالكم بحكم الخبره ديالنا في هذا الشيء، انكم تحصنوا راسكم وتحميوا راسكم لان الناس كيتسناوكم مع الدوره باش تكونوا عارفين راه خساره واحده جوج خساره ثلاث خساره سيخرج عندكم ناس من المخرجين ديال الفرقه والجمهور والناس اللي مدفوعين في الصباح كيمدفوعوا وجوها والناس اللي بوجهو حتى هما ما كيخافوش على وجهنا انا وجه المغرب هذه سمعت ما كنهضروش عليهم هذو. حصنوا راسكم حميوا راسكم كمجموعه غادي تحمي الفرقه وغادي تخرج ضد اي واحد غادي يعمل هذه الساعه. احنا قلنا لكم هذا الرئيس ما صالحش وهذا المكتب ما صالحش لان كاين ناس كيتسناو على هذا الشيء.
نتمنوا التوفيق للجميع، نتمنوا السداد. المجموعه كتجدد العهد ديالنا مع الفريق ماشي مع الاشخاص، كنعاودوا نجددوا العهد ديالنا مع الفريق اننا غادي نكونوا اوفياء نفس الصراط كما كتعرفوا يا رجال، وعمرنا غادي نكونوا فرقه وجهه واحد عندنا غادي نحاول. السلام عليكم.